واحد بيقول كيف أخزن، إزاي يخزن يعني كنوز في السماء حتى يكون قلبي هناك. المسيح بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء. كل مليم تدفعه من أجل ربنا هيكنز لك في السماء، وكل عمل طيب تعمله من أجل ربنا هيكنز لك في السماء. فاللي تقدر تتبرع بيه من مالك هيعتبر كنوز في السماء، وأعمال المحبة الأخرى خارج النطاق المادي اللي تعملها بتكنز لك أيضا في السماء. يقول حيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا. وطبعا لما الكنوز اللي تكنسها في السماء تكون خارجة من قلبك ده يكون أدرك صحيح موجود في السماء.